ما عوف حب النجف دار الصداها علي، ما عوف حب النجف دار الصداها علي، شبيه حامل حمل سيف بحروب علي، هي شبيه حامل حمل السيف بحروب علي، ما عوف حبها لو ان جيشي تجمع علي، والله ما عوف ما عوف حبها لو ان جيشي تجمع علي، من حيث حبها نبع من عندك المن ورد، لابد بيوم الحشر جاء استباقت ورد، يسأل عليش الورد هذا الإجاني، وأريد من مالك هذا خازن الجنة، من مالك من مالك نبعك انت تعشق علي، أصحاب السماحة أيها الحفل البهيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا رسول الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، والزهراء والحسن والحسين، ولا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه بهيدي البعيد الولاية، عيد الله الأكبر، عيد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا باليمن والبركات وتقبل الأعمال والطاعات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. خادم عيد يقول ما عوف حب النجف دار صداها علي، شبيه حامل حمل سيف بحروبه علي، ما عوف حبها لو ان جيشي تجمع علي، من حيث حبها نبع من عندك المن وريد، لابد بيوم الحشر جاء استباقت وريد، يسأل عليش الورد هذا الإجاني، وأريد من مالك نبأك أنت تعشق علي، إذا تعشق علي تحب علي فدو أروح لك، يعني هاي الأطفال بس سكتوهم رحم الله والديكم، لو يروحون من هذه الجهة والشباب هنا يجون على مود نكون بخدمتهم. شباب بارك الله بك، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، تفضل بارك الله بك، قوم قوم عمي أذكر القائم، قوم تفضل بارك الله بك. بارك الله بك، بارك الله بك على حب أمير المؤمنين الثانية بأعلى أعلى أصواتكم. يا فراق بس أكتر قلبي ضعيف هواي، يا فراق بس اكتر قلبي ضعيف هواي، واللي يحب لبشر يصبح هوى والماي، وانا يا صاحب ترى الاثنين صار هواي، واحد هواي صبح والثاني صار الماي. التكملة هاي يا فراق بسك بعد لو انت شتالي، اسمعني ولا ما ادري، قاعد اسمع صوت الاطفال يعني براحه وبعدني قاعد اسمع. يا فراق بسك بعد لو انت شتالي، نارين في مهجدي تحرق لي دلالي، من غيرهم صرت انا حاير بلا والي،
غالب أرض غالب أرض كربلاء وبرض النجاف غالي. تبقى بولايتكم حيدر يا كرار، مرفوع رايتكم. بارك الله. تبقى بولايتكم حيدر يا كرار، شنو مرفوع رايتكم حيدر يا كرار. طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار. بارك الله بك. لسلامتكم سلامة كل خدمة أمير المؤمنين، صلوات على محمد وآل محمد. تبقى بولايتكم حيدر يا كرار، مرفوع راية. تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم، طه النبي ردد انت الولي اشهد. طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار. تبقى بولايتكم اعلى مرفوع رايتكم. يعني ما ادري الورا ليش ما يجاوبون، هنا ليش ما تجاوبون؟ فدوا اروح لك. اذا تحب امير المؤمنين تشارك بهذا الحفل. تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم حيدر يا كر. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم. تبقى بولايتكم حيدر يا كر، مرفوع رايتكم حيدر. طه النبي ردد انت الولي اشهد. طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر ايه حيدر. تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم. والله ما اسمعك والله ما اسمعك. ايش قد ما تحب امير المؤمنين يسمع لي صوتك الليله. تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم مرفوع رايتكم حيدر يا اسمعني. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم حيدر. لا تسرع عزيزي لا تسرع، على هواك ما ورانا شيء. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم حيدر. طه النبي ردد انت الولي اشهد. طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار. حيدر حيدر يا كرار. حيدر عزيزي اسمعني بارك الله فيك. اسمعني اضبط لي المستهل ان شاء الله واني اخدمك. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم. عزيزي فدوى اروح لك اسمعني، فدوى اروح لك اسمعني. لا تسرع لا تسرع بالمستهل، اقرا مثل ما اني اقرا. بارك الله فيك ولك الاجر والثواب. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم حيدر يا كر. تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم.
طه النبي ردد انت الولي اشهد طه النبي ردد انت الولي يلا حدر يا كرار حدر اي تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم حدر اي تبقى بولايتكم حدر اي مرفوع رايتكم طه النبي ردد انت الولي اشهد النبي ردد انت الولي اشهد حدر يا كرار حدر انت سيد الملا وحيدر ورايا فدوى اروح لك اعطيني الصوت بارك الله فيك انا سيد الملا وحيدر ورايا فرض طاعه فرض طاعة علي وحكمه ورايا ورايا إلى يرف بالسما بيرغ ورايا ورايا تظل راية علي فوقه الثريا والمصطفى اختارك حيدر يا كر سر الله اسرارك حيدر هلا اي والمصطفى اختارك حيدر سر الله اسرارك حيدر اي وغيرك فلا احد انت الولي اشهد غيرك فلا احد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر اي اي تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم تبقى بولايتكم حيدر يا اي مرفوع رايتكم طه النبي ردد انت الولي اشهد طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر بغدير الخم حجاها على انطاها والله على ايام طه بغدير الخم حجان على انطاها ولاية ولاية ربنا بالنص علي انطاها واحس النور واحد علي انطاها نور الله وتناصفهم سويا رب البشر رادك ايه هالليلة ميعادك رب البشر رادك حيدر يا كر هالليلة ميعادك حيدر صوت الوحي انشد انت الولي اشهد صوت الوحي انشد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر ايه تبقى بولايتكم مرفوع رايتكم مرفوع رايتكم حيدر يا مرفوع رايتكم حيدر ايه طه النبي ردد انت الولي اشهد طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار الى خادم الحسين الشاعر الحاج أنيس الخفاجي وحق من كون السورة ولاية وحق من كون السورة ولاية ولاية حيدرة أعظم والله ولاية حيدرة أعظم ولاية بنا للحق علي دولة ولاية وحفظ دين الله حماية يا الحمية أولها ترتيبك حيدر من الله تنصيبك الله تنصيبك ها
أولها ترتيبك حيدر يا كر من الله تنصيبك حيدر إيه بعد النبي الأمجد أنت الولي أشهد بعد النبي الأمجد أنت الولي أشهد حيدر يا كرار حيدر يا تبقى بولايتكم حيدر تبقى بولايتكم حيدر مرفوع رايتكم حيدر هلا طه النبي ردد انت الولي اشهد طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر حروف اسم علي على العرش طبعا بس خليك يمي بلا كلام بارك الله بك شباب حروف اسم علي على العرش طبعا علي نفس النبي خلقا وطبعا 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 نطاه ولاية حتما وطبعا لأن يعرف علي قده يا يا الوصية رغما على عدانا رغما على عدانا حيدر تظل انت مولانا حيدر يا كر اي رغما على عدانا حيدر يا كر تظل انت مولانا حيدر هلا اي والبيعه تتجدد انت الولي اشهد بيعه تتجدد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر علي والهام تماطخ ونص فدو اروح لك بس كافي كلام علي والهام تماطخ ونص علي المرحب شطر سيفه علي المرحب شطر سيفه ونص ونص نزل به الامر واضح ونص علي بعد النبي خير البرية يا وارث الطاهة حيدر من علم من جاه حيدر يا وارث الطاهة حيدر من علم من جاه حيدر هلا اي والباري لك سداد انت الولي اشهد والباري لك سداد انت الولي اشهد حيدر يا كرار حيدر اي تبقى بولايتكم نبي مرفوع رايتكم حيدر يا كر طه النبي ردد انت الولي اشهد طه النبي ردد انت الولي اشهد حيدر يا كر حيدر نبايع علي مولى وامير جن وانس بيوم الغدير بأمر من الباري وبقرآن خلي فكرك يمي بارك الله بيك خلي فكرك يمي بأمر من الباري وبقرآن نصب الهادي الولي ووصانا بالمرتضى بدرب نسير بالمرتضى بدرب نسير نبايع علي مولى وأمير جن وإنس بيوم الغدير نبايع علي مولى ارفع ايدك جن وإنس بيوم نبايع علي نبايع مولى وأمير جن وإنس يمتى بيوم بأمر من الباري وبقرآن نصب الهدي الوصي ووصانا بأمر من الباري وبقرآن نصب الهدي الوصي ووصانا بالمرتضى بدرب نسير بالمرتضى بدرب بالمرتضى بالمرتضى نبايع علي مولى نبايع علي مولى وأمير جن وإنس بيوم نبايع ما عليه صفك
لو امير جن وانس بيوم الغدين بايع علي مولى جن وانس بأمر من الباري وبقرآنه نصب الهدي الولي ووصانا بأمر من الباري وبقرآنه نصب الهدي الولي ووصانا بالمرتضى بدربة نسير بالمرتضى بدربة نسير عيد الله هذا اليوم وتنصب المعصوم أمرة نبينا واجتمعت الأفواج مثل البحر أمواج هني ولينا صوتك عاهدنا يوم العيد مرفوعة كل الإيد للبيعة جينا آل النبي الأطهار والزهرة والكرار هم السفينة نورة كل ليلة بحفلنا يلالي وينبض باسمك علي دلالي نورة كل ليلة بحفلنا يلالي ينبض باسمك علي دلالي انت الوصي ومالك نظير انت الوصي وما وين صوتك بالمرتضى بدر نبايع علي مولى نبايع علي مولى وامير جن وانس بيوم الغدير امر من الباري وبقرانه نصب الهدي الولي ووصانا بامر من الباري وبقرانه نصب الهدي الولي ووصانا بالمرتضى بدرب بارك الله لما نزل جبريل وبآية التنزيل بأمر الجلالة صوتك أريد وصل علي المختار نصب الحامي الجار لعظم رسالة بارك الله من الباري هالمرسوم هذا الأمر محتوم الراعي العدالة والبخبخ بحيرة والصافح بغيرة والبخبخ بحيرة والصافح بغيرة معروف حاله معروف بقلبه ما بايع علي بلسانه اصله كافر ونشك بيمانه قلبه ما بايع علي بلسانه اصله كافر ونشك بيمانه يدخل سقار بنار السعير يدخل سقار بنار هلا بالمرتضى بدربة نسير فدوا اروح لك اقطع الكلام بايع علي مولى وامير جن وانس بيوم بامر من الباري وبقرانه نصب الهدي الولي ووصانا بامر من الباري وبقرانه نصب الهدي الولي ووصانا بالمرتضى بدربة نسير الى خادم الحسين وخادم امير المؤمنين الحاج علاء موسى الحلاق كم آية بالقرآن نزلت من الرحمن حامل حمية اكمل يا لا كم آية بالقرآن نزلت من الرحمن حامل حمية ما سجد للأصنام ضحى النفس من نام طه أخيا رد الشمس مرتين حيدر أبو الحسنين رد الشمس مرتين حيدر وصارت قضية لو دقت الأجراس يحصدها رأس براس فوق الوطية فوق
اي منهم مثله بالحرب بحواله انشد مرحب عن علي من شاله منهم مثله بالحرب بحواله انشد مرحب عن علي من شاله يطبر طبر مر وعسير يطبر طبر مر وعسير طبا بالمرتضى بدربة نسير بالمرتضى خادم وظل أهواك بعيدك أترجاك خادم وظل أهواك بعيدك أترجاك صك الشفاعة عمي هذا بيت الختام هذا بيت الختام ساعدني بالجواب يساعدك أمير المؤمنين خادم وظل أهواك بعيدك أترجاك بعيدك أترجاك صك الشفاعة أكتب لك الأشعار بالمحفل وكل دار ويا الجماعة والمن أدير العين يا بالحسن وحسين رمز الإطاعة من الصغر وعليت يا المرتضى ناديت كامل قناعة كامل اسمع ايه راد رب الكون كلها تشوفه هالحجيج الموضعة والطوفة راد رب الكون كلها تشوفه هالحجيج الموضعة والطوفة يا بالحسن بيك استجير يا بالحسن بعد صيح يا بالحسن بيك استجير يا بالحسن سمعني صوتك إن بايع علي مولى وأمير جن وإنس بيوم الغدير بأمر من الباري وبقرآنه نصب الهدي الوصي ووصانا أمر من الباري وبقرآنه نصب الهدي الولي ووصانا بالمرتضى دربة نسير بالمرتضى دربة نسير بالمرتضى بدربة نسير بالمرتضى يقول هلا بحامي النجف حيدر وصلها هذا الأبيات أختم بها إن شاء الله الأبو ذي وأسألك الدعاء هلا بحامي النجف حيدر وصلها وسور الحاط مبداها وصلها الشيعة بصايتك عقدت اي والله الشيعة بصايتك عقدت وصلها وصلها وابد ما تعوف دربك ليه المنية صلوات خادم خادم والله لا اعيدها ان شاء الله واسالك الدعاء هلا بحايم النجف حيدر والله هلا بحايم النجف حيدر وصلها وسور الحاط مبداها وصلها 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 الشيعة بصايتك عقدت وصلها وصلها وأبد ما تعوف دربك ليل مني صلوات كل عام وأنتم بألف خير وعلى ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم الدعاء